قصد دين من اللي فايلقى وجيهم مسفرات. يا هلا ولا الهلا باللي يجينا، يا هلا ولا الهلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا باللي يشهده. هذا اللي يقول يقولوا لي شملني ها مع جملة الناس، هذا صديق الناس ما هو بصديقي. يا الله لما جت أصدق الناس يوم قال اختر خويك أصلا ها؟ أقول شباننا وأبواننا دولا يقول أهم شيء تختار خويك على ما قال. والله أنهم صادقين، والله أن الخوي أهم من الأخو. انتبه خويك وانتبه وانتبه، حذرون من الخوي والحيل. نتوقع كود مرة بمشاكل مرة بناس هم أصحاب تجربة يا حبيبي. هذا فعلا صار يعني، شوف واجهناه بحياتنا. تقابل بأخويا والله تبي الصراحة. أنا والله فعلا ما أنا ما صرت أنصدم أصلا، لأني عارف أنا هذا هذه حالة هذا حال الدنيا فعلا. أكيد ما صرت أنصدم، صار أتقبل الأمر. ودائما إذا منك انصدمت من شخص أو إنك تتعامل شخص لا بس تجنبه. أنا اللي بتبدي إن شو أقول لك، يجيبها يجيبه من وراء يعني. من وراء هي قالوا ذهين. الاستغفار ده أنا ما أحبه. أوف هذا أكره ما عندي. الاستغفار ده أنا ما أحبه. الاستغفار داخل يعني أوكي رفيد وكل شيء، لكن هرخمه ما هو قوي شديد، هذا ما عندي مشكلة فيه. ما هي فهمت؟ لكن ما يستغفرك يا هذه مشكلة والله. مشكلة والله. والله إني خدمت ما قصرت فيها والله العظيم. ها؟ ربي بيتني ما قصرت فيها. منو؟ ناسي ما عرفت. والله إني ما قصرت. خذلوك يوم جيت تحتاج. والله إني ما قصرت يا والله. إي والله لكن ما عليه. أنا عرفت الشخص مثلا خويك خلاص. تدري وش هو؟ أهم شيء إني ما أطلع وأنصدم بكرة. أيوه. خلاص. جنبه يعني لا تعامل معه بعدين. انتهيت. أنت بتنصدم معه مرة ثانية. بس ما توقعت والله. ما أريد والله تحصل. برضان انا في يوم اي والله يا سعد والله اني ها تمين ده والله ليشني يا سعد ذبحني انت ما مهمل وش اسوي مهمل وش غير علاج نبي ان المنهاج بس نبي الطلعه متى بس وزي اعرف هنا زين امورنا زين تزي تزين يا صاحبي تزين الله يعين الله يا أخي مشكلة لكن الحل الوحيد إنك تتجنب إيه لا لا بالعكس أنا حلو إني حلو إني أعرف الوقت ذا هذا خبرها أما أرضني ولا جفاني واستبحي شلو والله تمام ولا تعالوا ما طلبناه عطناه ولا تروح وجع دربك يسيحي من شق شق يا رياش العين يرفع وانت الذي شقت خفي ضميري يا صاحبي ماني ابراهيم هادم انا نسولف تو عن الخوي اللي نسولف عن الخوي اللي يسحب عليك وقت ما تحتاجه ايه. يقول تدري وش اللي ثار دمي وغبني صدت رفيق ان كنت انا محزم له اي والله صديقي اللي اشقاه وقت جبني مع صاحبي ما قد ترديت لله الجرح الجرح يا فيصل والله يا هذه انها جرح بالله اي والله بالله عدد البيت يقول تدري وش اللي ثار دمي وغبني
صدت رفيق كنت انا محزم له صديقي ليش قاه وقت زبني مع صاحبي ما قد ترديت له. هذا واحد من اخويا الله يستر عليه نفعته الموضوع. وانا اشوف انا ما اقول لك نفعته الموضوع لا انا اقول لك قلت بيت قبل قلت اعطي ولا عمري تحريت للرجل هذا من طبعي عد الجمايل وعيش انا يومي ولا افكر بغد ما دامني ايقنت العمر زايل. شو اسمه هذا يعني من زود والله ما قد عديت يعني اني سويت معك كذا وسويت معك كذا مستحيل اعد ما بس رجل ما قد ترديت معه. هذا اللي غبنك ما قد ترديت هذا بسجد. هو اللي يفطر تبدك يا ابو محمد بالعكس والله. ازعل عليه لمصلحته قد زعلت لمصلحته وهاوشته من هو اصغر مني وهاوش لمصلحته حتى ترك وظيفته جلست هاوش يا كشخه من يومك كشخه من يومك مو كشخه طيب فوزان مو كشخه لا مجيد فوزان كشخه تهبل العقل فوزان تهبل العقل فوزان دخل يا اخوي رجليك كل هالكشخه وما دخلت رجلاتك مخليني تنفن تتنفن انت برشي رسمي يا اخي تنفن يا اخي ايش الحين مدخل شو اسمه كيف الجاكيت هذا هديه من عمر سهل انت الله يطول عمرك انت هديه من ربنا ايش جايك اليوم ايش رايك فيني لا في شيء الموضوع فيه إن يعني الموضوع فيه شيء اعلمك بعدين يا الله يا رب لك تديم عليه الهدايا يا الله اقول لك يعني ما قد شاف مني رداء ولله الحمد كذا فجاه سحب هادق ما يرد يا ولد ما يرد جلست تقريبا اسبوعين نقل لبيتها الجديد ولا يرد ما عارف انا مشكله بيتها الجديد خبره يقول لي ابا عندنا دنه احنا قال ابي الدنه بنقل عفش قلت ابد خذ الدنه اخذ الدنه ورده وعقبها ما عاد له علم واجلس اسبوعين ودق ما يرد قلت مالي الا دق على جوال امه كان عندي يعني شوف من زود الوصل بيني وبينه يدق علي من جوال امه وانا ادق مره على امه اقول اعطيني افلام قلت وليد بخير قالت بخير ما منيف بخير بس وقالوا بخير قلت اجل فمن الله قلت ودق عقبها تقريبا فترة يمكن بيومين ثلاث ايام ودق على رقمه من رقم ثاني يرد اهو يرد شلون كيف لا قال بخير انا طيب بس قال طيب قلت عرفت لي قال لا قلت معك منيف هلا والله قلت انا ما ابي هلا مسألة هذه منتهي منها انا طيب بس قال طيب قم على السلامة ويجي البيتين تدري وش اللي ثار دمي وغبرني صدت رفيق ان كنت انا محزم له تدري حتى يا اخي احيان خاصة رفيقك الخاص يا اخي لا صار لا صرت تاخذ من خاطره شيء ما تصدق خليه علمه وش اللي فيك صح يمكن احيانا انت اخذت موقف وما يدري عن الشيء ذا هذه انا اعتبرها امور بس تدري انا وش اللي غبني اللي يجيك على قولة الطويرة اللي يجيك نور التريلات اللي يستغفلك ايه هو رفيق لك انا هذا يكرهي لها المشكله ما يبين معك زي واحد من عيال الله يذكره بالخير ابو عقله كل ما جاي بيمازحني يعني من شده المياه بيني وبينه يعني والاخذ والعطاء لا زعلت انا عليه مزح يعني نزعل على مزح وزي كذا قبل انا زي بهوشتي مع فارس والعيال مزوح ايوه لي خوة العجلة انا وين تعرفت عليك خوة العجلة عرفت خوة العجلة هذه اللي تعرفك على واحد تورط فيه ما عرفت عجلة الخوي ما يترك مهما صار زي قصيدة واحد من اخوياي الله يذكره بالخير ناصر فنيخل هاي نزي تعرفونه اكيد نعم الله عليكم زود لا نعم. بقول قصيدة الحين وتعرفونها الرجال وتعرفونها قصيدة احذر تخاوي لك ردي لردي يا مقردي هذا واحد من الاخوياء ناصر فنيخ الله يذكره بالخير على الحفر نعم عليكم زود اخونا عشرة صاحبه الله يحس بحسابه ايوه هاك السنه يا ولد
ونطلع انا ويا ربع حول غزلان ورا الشملي تعرفها؟ ايه الو كاد نلقانا ذاك ذاك الغار ونجلس ونسوي غدانا يا ولد وانا جالس مع العيال وانا اشوف لك طرحه قدام انا عندها شيء غريب وانا اروح للطرح اركبوا غداهم واجي عند الطلحه يا ولد وقع لك حفره وقع لك حفره عفرة سبيل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا 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 من حضر من حضر طيب من حضر وقع لك حفرة يا رجل يا ولد حفرة يدخل بها الأدمي أيوة أنا ما نزلت بيني وبينك ذليت من الحفرة ما أدري شو الحفرة كنها وأنا صوت واحد من الإعلام سلمان يا سلمان يا سلمان هو يجي بعيد اه يجي سلمان ايوه جاء سلمان ايش فيك انت؟ ابو امك اعتذر محمد محمد مرسل انا اكبر منك اسلم يوم جاء سلمان قلت يا سلمان تجوا الحفره قال عليكم السلام قلت بالله انزل انزل خلينا نشوف وش وضع هذه نزل على نزلته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته على نزلته انا ناظر اشوفه بالجوال الكشاف شوف سلمان يا واحد هذا تضربني يا رجال جالس اسولف مضمك والله والله مجايك والله شوف سلمان يوم انا نزل على شوي الكشاف اقول يا سلمان عاد معروف الديره ذيك جديد غزلانه بس هي. الغيران اللي حولها ما هي يا سلمان يا سلمان ما يرد يا ولد وانا التفت للعيال يا مطلق يا غالب يا نايف عندنا حفل مدة 20 دقيقة شو نقول لحضورك سلمان راح هوا عاد شفته سب طال عمرك راح روح قلت ما لي الا انزل لحق الحقه انا يوم شفت العيال قربوا وانزل يوم نزلت على نزلتي اشوف فج الضوء اوه فج الضوء جوا الحفرة ظلمة من يوم وصلت تقريبا للنص في فج الضوء وانا اتجه لفجة الضوء يوم اتجهت لفجة الضوء وانا اطلع من الجهة الثانية واصحي من الحلم داري انا صار داري ما جبت اضرب 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 انا داري اضرب تعلمت اليوم اني سوبرمان اضرب اضرب بالله قاعد ياكل ما تعرف ذا انت ما صح من الحلم المرماضي قال حصلت ورقه انا تعلمت شفت شند ابونا طيب ممكن تشرفوني بابا مجيد وين نروح؟ ماجي عبد المجيد ان شاء الله انت تدخل الجنه دريتنا يا الله يا رب هذا قال حلم اليوم عبد المجيد هذا اليوم قال حلم حلو؟ ايه يقول انه تحلم تدري انا تحلمت اليوم ليش؟ طيب هو تحلم خلو يقول حلم ليش انت قاله قاله بس انا اقول لك عن حلمي اي تفضل انا تحلمت اني سوبرمان والله العظيم والله ما كذب طرت بالحلم؟ لا بس تحلمت اني الصدق اعلمك اياه تحلمت اني في القريه هنا حلو؟ وانه في ناس كانوا يبون يروح شو اسمه انت بتر تفسير الرؤى احيانا تشوف اللي عندك انهم كانوا عصابات وكذا ويبغوني ما ادري كيف ما ادري كانوا يبغوني اني اروح انا اروح طريق ثاني وانا طريقي طريق خير حلو صدق انه حلو بالله عليك طريق خير بسم الله عليك خلاص انت صدق انه حلو خليك خلاص ما شاء الله عليك الفجر ولا الضحى ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب انا طول اليوم طيب يا جماعه انا ودي تشرفون ان عندنا بس تدشين بسيط 20 دقيقه شرفت الله يطول بعمرك خلاص بنجي انت حرام تمشي على الارض استغفر الله انت مالك تمشي فوق راسي يا ابو فيصل لا مو منكم منك رديال يا حبيبي ايش رده يا حبيبي الترفيه عندنا زايد اخر اسبوع عشان نغطي العيوب يعني اسمع هذا اخر ما يرد توصل بالله كم يبي لك منيف الان انت المفروض بدي ثمان ترى بس عشانك طيب كذا لا البس ما للغنم عشانك انت عشانك انت خلاص هي نص ساعه تاخرت ربع ساعه ربع ساعه هي يلا بالله اعجل سعد